خواتي المغاربة، السلام عليكم. هذا الحراك اللي كاين الآن اللي كنتمنى أنه يكمل وتكون واحد الثورة مغربية اللي غتكون واحد الربيع على الديكتاتوريات اللي بقات ديال الملكيات اللي غادي نلقنوا فيها خوتنا العرب الآخرين. كيفاش وخوتنا اللي ماشي حتى ماشي عرب، كيفاش تكون الثورات وكيفاش خاصها تكون؟ كنتمنى أن الحراك ما يتوقفش وما يوقفش عندنا هذا الحد. اسقاط النظام راه هو الحل الان. ما بغيتكمش تبقاو تقولوا اسقاط الفساد، بل اسقاط النظام، لان النظام هو الفساد، لان النظام والفساد سو ايكو، يعني بحال. لان شكون هو الفاسد؟ هو محمد السادس. شكون هو المشكل؟ هو محمد السادس. هذاك البوليسي ولا هذاك الجندارم ولا هذاك الانسان ديال المخزن كيمثل محمد السادس، وبالتالي فهو اللي قال له، كيقول لهم تكرفصوا على المواطن. الى عقلتوا فاش كان بدا الربيع العربي، كان محمد السادس قال لهم تفرقوا لي على المواطن وحاولوا انكم تبعدوا من المواطن. شوف الامريكان تبارك الله، كل شيء ضحك وكل شيء ديما ناشط، مولدات وكل شيء. المهم اللي قال لهم وياكم تبقاو تحتكوا لي، ما تحتكوش بالمواطن. هي فاش خرجوا دوك صحاب الفراشات ولاو كيتلقاو لينا حنا الناس ديال 20 فبراير ولا الناس اللي كتبغي الخير للبلاد، كتلقى لهم ويقول لهم لا فرقوا علينا، خلونا نخدموا، خلينا نديروا. زعما راه المخزن راه خلى ليهم الحريه باش يخدموا باش يديروا اللي بغاو، ولكن هي كانت خطه باش يضحك عليهم. وفعلا النهار اللي سال هذاك الشيء بداو اصحاب الفراشات هما الاولين، ولكن حنا ما تشفيناش فيهم، ما قلناش لهم بغيناها فيكم، قلنا لان عرفنا بان الكلاخ ديالهم وعدم الوعي. وبالتالي الحاجه اللي تنقولوا هو ان يستمر هذا الحراك، اسقاط النظام هو الشعار اللي خصنا نقولوا دائما، الشعار ديالنا دائما هو اسقاط النظام، لان اسقاط النظام هو الحل بالنسبه لنا. اسقاط النظام، اسقاط محمد السادس، محاكمه محمد السادس، لان ذاك البوليسي كيمثل محمد السادس، وذاك المخزني كيمثل محمد السادس، وذاك عون السلطه كيمثل محمد السادس. وبالتالي فاسقاط النظام ومحاكمه محمد السادس والكلاب ديالو. دائما اسقاط النظام، دائما اسقاط النظام. هذا الفيديو درناه باش ما نبقاوش، لان انا كانت عندي شي ظروف يعني اللي ما كتسمحش ليا باش نبقى نبان في الساحه بزاف. وبالتالي فهاد ما غاديش نبقاو حنا خارجين من، دائما خصنا حنا نخرجوا بواحد الفيديو اللي غادي نطالبوا فيه الشباب ديالنا، الى الشباب المغربي ككل، الى الشباب المغربي، الى جميع المغاربه الاحرار. هذه هي الفرصه ديالكم، الله ضاعت لكم هذه، وسير تسنى واحد 10 سنين اخرى. زغلتوها في الربيع العربي، دخلوا دوك صحاب التبرات طرح لهم على العدل والاحسان وجذب الكدار وداك الشيء باش بردوا لكم الطرح وضحكوا عليكم وما خداو الفلوس ديالهم. راه شوفوا عبد السلام ياسين الاملاك اللي عنده، بردوا الطرح وضحكوا عليكم، ما يبقاوش يضحكوا عليكم وحدين اخرين. باش تجي واحد الكلبه من كندا ولا مع 80 تقول لهم لا خوتي راه الفتنه، ما الفتنه، الفتنه هما اللي عايشين فيها انتم دابا. ما قداتكش انت، بدات هي كتبكي على الصداع وقلت لي ما تبارطاجيوش للناس اللي غادي في الفيسبوك وداك الشيء على داك السيد اللي تقتل. هذيك ماشي فتنه، هذيك ما تحشميش، هذاك وجاك ولا قفاك، ما قداتكش هذيك الفتنه ولا بنادم يتهجن مع الزبل. بقات شي فتنه اكثر من هذا الشيء، بقات شي فتنه اكثر من هذا الشيء، كان يجيو السواعده يغتصبوا لينا وليداتنا، بقات شي فتنه اكثر من هذا الشيء ان يجي دانيال يغتصب لينا وليداتنا وياخذ السراح، بقات شي فتنه اكثر من هذا الشيء انك انت محروم من رزقك في بلادك، ما تقدرش تهضر، ما تقدرش تهضر. شحال باش تقول نخرج دابا ونسب، انا نسب اوباما ونسب كوندوليزا رايس ونسب ونسب شمون بيريز ونسب كل الجيل اللي بغيتو نسبو، نسبو هنايا في الشارع هنا بابليك، ما كاينش اللي غيهضر معايا وما كاينش اللي غادي يقول لي شي حاجه. على قول الله اكبر، يعني نخرج لحد الان ونسب. انا دابا الاذان ما كاينش اللي يقول لك لا من الاذان، انتم راكم في المساجد منعوكم من الاعتكاف، رغم ان قال لك راكم راه سيدكم راه في دوله اسلاميه ولا مات دوله تخربيقيه، تكذبوا علينا تقولنا دوله اسلاميه، ما تحشموش، ما تحشموش تقولنا دوله اسلاميه، الدوله اللي فيها عندكم الاسلام وهذاك قال لك امير المؤمنين ومنع الاعتكاف، ولا الاسلام غير باش يقول لكم ما تخرجوش على الحاكم وراه حرام وراه من، يعني الفتنه نائمه واللعنات على من اوقظها، ولا هذا هو اللي عندكم انتم. اما باش تقولوا بان هذاك راه يعني
النهي عن المنكر والامر بالمعروف، النهي عن المنكر هو محمد السادس، والمعروف هي الثوره خاصها تكون. انتم رديتوا، هذا هو الفتنه. والله يعطيكم الفتنه، ما كانش شي فتنه اكثر منكم انتم، اكثر من هاد الناس اللي ما بغاوش الثوره، ما بغاوش الخير للبلاد. اللي باغي الخير للبلاد راه ما باغيش الملكيه كيف ما قالها باها وتقسل عليها. اللي باغي الخير للبلاد ما باغيش الملكيه، وحنا ما باغيش الملكيه حيت باغي الخير للبلاد. حنا كجمهوريين، حركه الجمهوريه المغاربه كلها كطالب باسقاط النظام، والمغاربه الاحرار كلهم كيطالبوا باسقاط النظام. لذلك اسقاط النظام هو الحل، ما توقفوش في الحراك، هذه هي الفرصه ديالكم. بوعزيزي راه حرق راسه، هو اختار انه رغم ديك الظروف راه كان ممكن انه ما يشعلش العافيه في راسه، لكن هذا مشي يجيب رزقه، لانه الاخرين قطعوا ليه الرزق ديالو. والمثل العربي يقول قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق، هذو قطعوا ليه الرزق ديالو. ف اعطيتوه شي حاجه بشي شي بلاصه اللي هي بالرخصه وما مشاش خدم فيها، ايوا اعطيوه شي حاجه مرخص ليه. يلا دابا غتهضروا لا حكه راه ما كاينش، راه حكه راه هذا الحمار ديال محمد السادس ناض غادي يدفنوا. واخا وهذوك الاخرين اللي باقي بحال هذا السيد هذا باقي نعطوهم رخص، نعطوهم فيني يلا وحنا سكتوا كاع على هذه الحركه، عطوا لهذوك الناس كاملين الرخص فين يبيعوا ويشريوا وخلصوا لنا البطاله. وهذيك 12 مليار اللي تعطيها حتى هي الحمار يا محمد السادس لهيلاري كلينتون، تعطيها الكلينتون فونديشن، اعطي واحد 12 مليار اخرى اعطيها من جيبك الحمار تاع بوك، من داكشي اللي سرقتي وديتي لسويسرا، ماشي ثاني من الضرائب ديالنا، واعطيها لذوك المعطلين خدمهم، وخدم هذوك يعني حاملي الشهادات، وخدم لي هذوك الاساتذه اللي كنتي كتضربهم، وشوف الاطباء شنو خاصهم، وشوف المواطن شنو خاصو، وشوف ذوك الناس اللي كيبني غير بالراكه. عرفتي شنو كتبني بالراكه ولا كتبني ياجورات وكتجي تسكن فيهم ويجي يخرجوك ومغطين بالبلاستيك بالميكا ويجي يخرجوك كل واحد، يعني انت طلبتي اللجوء في بلادك وما عطاوهش ليك. انت في بلادك طالب اللجوء في المغرب وما عطاوش ليك، انت كلاجئ في المغرب ما عطاوكش اللجوء وما سمحوش لك باللجوء، وخاصك تقول عشا الحمار، لعنك الله عليك يا محمد السادس، لعنك الله يا محمد السادس، لعنك الله يا محمد السادس. خوتي المغاربه هذه هي الفرصه باش نديروا اسقاط النظام، اسقاط النظام، اسقاط محمد السادس. انا راه كنت باغي نمشي لهذيك كلينتون فونديشن باش ندير قدامها واحد الاعتصام، وندير قدامها واحد الاضراب عن الطعام لواحد 3 ايام ولا 4 ايام حتى يتحاوروا معايا ويقول ويديروا معايا حل على ديك الفلوس اللي سمحوا ان محمد السادس الكلب الضبع الحمار الشفار يعطيها ليهم ويخلي المغاربه كيموتوا بالجوع، ومنهم هذا السيد هذا اللي على جوج صنادق ديال الحوت راه تعجن في الزبل، لان هذيك 12 مليار كنت تعطات بحال هذا السيد هذا ما غاديش يمشي تما، ما غاديش يمشي يدير هذاك الشيء تما. اش ربحنا احنا من هذا كلينتون فونديشن؟ اشنو عطاتنا؟ ها حق كلينتون قالت حق راه المغرب يسير في اتجاه الديمقراطيه، ها قالت الملك راه زوين. ايوا اشنو عطاتكم الحمير يا العياش الكلاب؟ اش عطاتكم هاد انها تقول على الملك راه زوين؟ انت اش استفدتي ماديا؟ اشنو استفدتي؟ اش درتي في جيبك؟ اش وكلتي لولادك؟ اللي تخرج تقاومنا تقول لنا لا عاش الحمار ولا الحمار زوين؟ اش عطاتك هذه الحمار زوين؟ وترى فلوسك اصاحبي راه فلوسك رزقك كتعطى لوحدين اخرين باش يقولوا راه الملك زوين. لعنك الله يا محمد السادس الى يوم الدين، لعنة الله عليك يا محمد السادس الى يوم الدين، لعنك الله يا محمد السادس. المهم هذا الفيديو كان للمطالبه باسقاط النظام، اسقاط النظام. وحدهم من دوك جماعه تبرد الطرح وهذوك العداله للتنميه حدهم منهم، وحدهم من دوك الملاحده المنافقين اللي تهم مع الملك، تيخرج يقول لك حنا ملاحده وكيخرج لك دابا تقنوض وحنا بغينا نديروا اسقاط النظام، عاد كيخرج واحد يقول لك لا بغينا حقوق الشواذ. اوروبا راه دارت سقطت الانظمه الفاسده وجابت الديمقراطيه وضربت اشواط كثيره باش وصلت لحقوق الشواذ، لحد الان راه باقي ما وصلتش لذاك الشيء اللي باغيين يوصلوا ليه. راه امريكا راه باقي يعني انت بغيتي تبني السقف قبل الساس، بني الساس اللي هو الديمقراطيه ومن بعد طالب الحقوق ديالك. يعني هاد الشواذ اللي كيدخلوا لينا ولا هاد الملاحده اللي كيطالبوا معاك كتدخل كيبدا يقول لك لا خصنا نحاربوا الاسلام هو الاول، لا خلي الملك تنحاربوا الاسلام عاد نرجعوا للملك. اذا انت مصيفطك الملك، لان الملك كيلعب على جميع الاوتار، وبالتالي اللي هو فعلا جمهوري او فعلا بانه باغي الخير للبلاد ما غيهضرش على الاديان، غيهضر في المسائل السياسيه وما غيطالبش في مطالب خبزيه. اسقاط النظام، ما يقولش محاربة الإسلام، ما يقولش محاربة الملاحدة، ما يقولش محاربة الطوائف، ما يقولش حتى شي حاجة. أنا مغربي، حنا كلنا مغاربة بجميع الأديان ديالنا بجميع الطوائف ديالنا، ماشي حنا مغاربة عندنا جنسية مغربية، كون يهودي كون نصراني كون كيما بغيتي تكون، أنت مغربي غطالب بإسقاط النظام. وملي تسقط النظام ديالك
راه كل واحد غيبقى يقلب على الحقوق وغتبدا الى شي حوايج في اطار ديمقراطي اللي غادي الديمقراطيه غتكفل ليك واحد الدوله اللي هي مدنيه غتكفل ليك الحقوق ديالك كتكفل الحقوق لاي واحد. ها هذا هو اسقاط النظام. ومن بعد غنجلسوا حنا كامل، ماشي انا اللي غنقول لكم، حنا كاملين نتوما وانا وحنا كاملين غنجلسوا للطاوله وغادي نحددوا القوانين اللي غتحكمنا، حنا اللي غنختاروها واللي ما عجبتناش ما عندنا ما نديروا بها. واش غيختار لنا الكلب محمد السادس؟ قبل ما نختموا هذا الفيديو غادي نقول لكم اسقاط النظام هو الحل، اسقاط النظام هو الحل، اسقاط النظام هو الحل. ما تبقاوش تقولوا اسقاط الفساد، الا قلتوا الفساد شكون هو المفسد؟ راه ما يمكنش نسقطوا الفساد بلا ما نسقطوا المفسد. واش نتوما باغيين تحيدوا تقتلوا الفعوم باغيين تضربوا ليها الراس؟ الراس ديال الفساد راه هو محمد السادس. لهذا اسقاط النظام، اسقاط محمد السادس، الكلب المجوسي الارهابي الضبوع محمد السادس لعنه الله الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذا اطلس من ولايه ميزوري يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.